أعود إلى مراسلنا في واشنطن أنس الصبار. أنس، إن كان وردت لديك أي معلومات جديدة تتعلق بهذه المحاكمة بعد وصول دونالد ترامب، وربما خلال لحظات فقط تبدأ التحقيقات معه أمام المدعي العام، إليك أنس. بالفعل المتوقع الآن على الأقل وفقا لما تسير عليه الأمور في مثل هذه الحالات في الولايات المتحدة هو أن يدخل الرئيس السابق دونالد ترامب وأن يقوم بتقديم بصمات أصابعه، وبعد ذلك يسجل اسمه ويقيد في السجل، على أن يقوم بعد ذلك أو أن تلتقط له صورة. قبل ذلك بعد ذلك يتوجه ليمثل أمام قاض ويتلو عليه القاضي لائحة الاتهام، وهذا ما يطالب به الجميع. خلال الأيام الماضية أو لنقل الأسابيع كان الجميع يبحث عن لائحة اتهام، ما الذي قدمت هيئة المحلفين من اتهامات بحق دونالد ترامب وما طبيعتها. كانت هناك دائما تخمينات وتقديرات، لكن في المجمل كان الأمر يتعلق بالأموال التي دفعت لستورمي دانييلز الممثلة لإسكاتها خلال حملة انتخابات عام 2016، وهذا هو قلب القضية. لكن ما الذي بنى عليه المدعي العام هذه القضية هو أمر آخر، ربما سنراه في تفاصيل لائحة الاتهام التي سيتحدث بها وسينطق بها وسيتلوها القاضي هذا اليوم. وبعد ذلك سيسأل دونالد ترامب، سيقول له: هل تعتقد بأنك مذنب؟ هل تقر بهذه التهم؟ وبطبيعة الحال سيقول لا، وبعد ذلك سيطلق سراحه، لأنه في مثل هذه الحالات لا يشكل دونالد ترامب خطرا على المجتمع. جزئيتين أخريين كان يتحدث عنهما أو تتحدث عنهم وسائل الإعلام الأمريكية لما لهما من رمزية لسمعة هذا الرجل ولمستقبله السياسي. الأولى تتعلق بتكبيل يديه بالأصفاد، وهذا أمر عادة ما يحدث لمن يأتي إلى المحكمة ليستمع أو لتتلى عليه لائحة الاتهام. يتم تقييد يديه ويؤخذ له ما يعرف بالمجشات، وهي الصورة التي تلتقط للشخص المتهم أو الذي توجهت له التهمة من جهات مختلفة. الصورة تظهر عادة في السينما الأمريكية، معروفة لدى الجميع. هذه الصورة على الأقل حتى الآن ما نعلمه أنها لن تؤخذ ولن يقيد ولن تصفد يداه، وبالتالي وهذا الأمر يتعلق أكثر بطبيعة وخصوصية الموقف. أيضا هناك أفراد الخدمة السرية الذين يعملون مع كل رئيس سواء كان حاليا أو سابقا، وهؤلاء هم عمليا يضمنون أن دونالد ترامب سيكون حاضرا إذا ما وجهت له التهمة أو إذا ما أدين أقصد هنا، وبالتالي فهو سيتوجه إلى القاضي، سيتلو عليه لائحة الاتهام، سيقول إنه غير مذنب، وبعد ذلك سيغادر المحكمة. هذا كل ما سيحدث عمليا اليوم. أتمنى لا يكون هذا الشرح فيه تبسيط حد التسخيف، لكن ما أحاول أن أقوله هو أن هذه العملية برمتها ووسائل الإعلام التي لأجلها انقطعت الشبكات وصلت إلى هذا المكان لترى دونالد ترامب وهو يدخل إلى المحكمة، وإن تمكنت أن تحصل له على صورة وهو على هيئة شخص متهم، لأنه حتى الآن سيدخل وهو لم توجه له رسميا هذه التهم، لكن عندما يخرج سيكون متهما بشكل رسمي وهو رئيس سابق وهي سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، وبالتالي بعد ذلك سيخرج، يقال إنه سيتحدث للصحفيين وسيقول ما عنده، وبعد ذلك ستبدأ إجراءات التقاضي وفقا للائحة الاتهام التي سيتلوها القاضي اليوم، والتي يقال إن من بينها تحايل احتيال تجاري. البعض يقول إن هناك ما أخفي عن لجنة الانتخابات، لم يفصح عن كيفية التعامل مع الأموال التي وصلت له لتمويل حملته الانتخابية، وهو أمر يعني الكثير بالنسبة للأمريكيين وديمقراطيتهم، وبالتالي فإن هذا اليوم سينتهي بمجرد أن يقول دونالد ترامب إنه غير مذنب داخل المحكمة، لكنه سيتواصل خارج المحكمة عندما يتحدث إلى الصحفيين وعندما تبدأ إجراءات التقاضي وعندما تتحدث وسائل الإعلام الأمريكية بلا توقف، وكأنه مسلسل في الحقيقة، يعني مسلسل مكسيكي تكثر حلقاته. الطريقة التي يصور بها الأمر، الكاميرات التي تلتقط تحركات دونالد ترامب منذ مغادرته لفلوريدا إلى وصوله إلى مقر إقامته في نيويورك، وبعد ذلك تحرك موكبه باتجاه المحكمة. هذا الأمر يسيل اللعاب لدى وسائل الإعلام الأمريكية التي ترى في دونالد ترامب في حد ذاته شخصية تجذب الانتباه وتعني الكثير للأمريكيين من ناحية عملية دراما في السياسة الأمريكية، وإثارة ويبدو الأمر الجدل كأنه مسلسل المستمر ترفيهي يتناول بين حيثياته
إثارة من الجدل المستمر. يعني سأعود إليك أنس بعد قليل الوقوف مجددا على القراءات السياسية لحسابات الديمقراطيين في هذه المحاكمة.